Dai, 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 dai. E vieni da me, Emanuele. Vieni da me e dimmi dall'orecchio. Dimmi dall'orecchio. Poco tempo fa è venuto a mancare mio papà. E lui era ateo, ma ci ha fatto battezzare a tutti e quattro figli. E era un uomo bravo. E lui ha il dubbio che il papà, per non essere credente, non potesse andare in cielo. Chi dice chi va in cielo è Dio. Dio abbandona i suoi figli. Dio abbandona i suoi figli quando sono bravi. Ecco, Emanuele, questa è la risposta. Dio sicuramente era fiero di tuo papà, perché è più facile, essendo credente, battezzare i figli che essendo non credente battezzare. E sicuramente a Dio questo è piaciuto tanto. Parla con tuo papà, prega tuo papà. Grazie Emanuele per il tuo coraggio. يعني ليس من قبيل المصادفة انه احنا نبقى حاطين الفيديو ده تحديدا لبابا الفاتيكان وهو يتحدث مع الطفل الصغير إيمانويل حقيقة. لانه هقول لحضراتكم على حاجه، لو اردنا يعني اشاره الى خطاب ديني انساني راقي جدا، مش هنلاقي زي الخطاب ده. يعني الولد الصغير مخضوض، البابا بيستدعيه يقول له كلمني في ودني، وبعدين بيقول لهم انه بيقول ان والده مات من فتره قريبه، وهو خايف ان والده ما يدخلش الجنه لانه ملحد، مات ملحد. الطفل ده لو بيسأل السؤال ده لشيخ او قسيس عندنا بالمناسبة، يعني خلينا ايه نبقى، لانه الطبيعة المصرية في رجال الدين سواء في مسلمين او مسيحيين كان خد علقة موت الواد ده. يعني الواد الصغير ده كان اتشلفط خالص، انه هو جاي يقول له ابويا ملحد، هيخش الجنة ولا مش هيخش الجنة، كان بقت مجزرة. انما شوف المنطق في الحوار. يعني اولا هو يقر قاعدة مهمة جدا، أن الله هو من يقرر من يدخل الجنة. هذا أول قاعدة. يعني لا شيخ ولا قسيس ولا وكيل حد يقدر يتكلم ويقول ده يخش الجنة وده يخش النار. يعني الولد الصغير بيقول له أبويا ملحد وأنا خايف يخش النار، فهو بيديله الخطاب. يعني شوف تدريج الخطاب الديني الإنساني، أنه الله وحده هو يعني من يقرر من يدخل الجنة ومن يدخل النار، أو من يدخل الجنة، رقم واحد. تاني حاجة إنه هل يعني تتصور أن يترك الله أولاده لأنهم غير جيدين؟ يعني ربنا مش هيسيب أولاده حتى لو ما كانوش جيدين. وبعدين بيقول له أبوك رجل صالح، تتكلم هنا دي مرجعية دينية عظيمة جدا في العالم، فيقول له أبوك كان رجل صالح، الولد قال له أبويا ملحد، فهو بيقول له إنه أبوك رجل صالح، ليه؟ قال له لأنه من السهل على المؤمن انه يعمد ابنائه، عارفين طقس التعميد عند الاقباط، فيقول له انه من السهل على الشخص المؤمن انه يعمد ابنائه، لكن من الصعب جدا على الشخص الملحد انه يعمد ابنائه. يعني قال له تحدث مع والدك وصلي من اجله. هنا خطاب راقي جدا، انساني جدا، يتسق مع روح الدين جدا، والقاعدة المهمة أن الله هو من يقرر من يدخل الجنة. كويس؟ هو يهدم من يتحدثون باسم الله، هو يهدم من يقدمون أنفسهم على أنهم وكلاء لله في الأرض بشكل واضح جدا.